انا كنت حريص جدا ان انا اكون بينكم، وحريص دايما ان اي تجمع شبابي اكون بينه، لان انا مؤمن ان محدش هيجي البلد دي غير شباب، لان شباب مصر قادر على بناء هذا البلد، ولكن يجب علينا فعلا ان نسبحه بالعلم. مفيش قدامنا غير العلم. ساعات كده لما بفكر، ويمكن جامعه القاهره، وفكر تمثال نهضه مصر اتحط على محور جامعه القاهره، ده دليل ان النهضه هو كان رمز، ان النهضه مرتبطة بالعلم وبالتعليم. والنهارده لما بنقول اتكلمنا كتير قوي على اصلاح التعليم ومشاكل التعليم، وده موضوع لازم بنطرحه، والحكومه فعلا فتحت هذا الملف سواء في التعليم العام او التعليم الجامعي. ولكن النهارده لما بنشوف ان المجتمع المدني بينضم إلى مسيرة الإصلاح في جميع المجالات وعلى رأسها التعليم، فدي حاجة جميلة جدا تقدر وتشكر. وأنا بشكر الحقيقة مصر الخير على كل ما تقدمه في مواضيع هامة تتعلق بالإنسان المصري، تتعلق بحياة الإنسان المصري. العلم ملك الإنسان، وحاجة جميلة جدا إن احنا نتعاون كدول، الصين، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وتتعاون إن احنا نتبادل المعلومة ونعلم وندرب، وفي نفس الوقت نحافظ على هويته. ودي حاجة جميلة جدا. أنا شايف إن كل واحد فيكم راجع بلده عشان يبقى إضافة كبيرة لمستقبل هذا الوطن. ولكن عايز أقول العلم لازم يكون ايضا هناك ثقافه تسقط في كل واحد، اللي هي ثقافه العمل. ثقافه العمل ده موضوع هام جدا، ويجب ان نتحدث فيه ونتكلم فيه كثيرا جدا، اللي هو ثقافه العمل، احترام العمل، وقت العمل. نضع دايما قدام عينينا ان العمل عباده. دقة العمل، إتقان العمل. مواطن خلاق، مواطن مبدع، مش هيجي إلا بعلم، مش هيجي إلا أيضا بمنافسة شريفة، مش هيجي إلا أيضا بقبول الرأي والرأي الآخر. إمكانيات هذا البلد كبيرة جدا بالإرادة وبالإدارة بإذن الله. ولكن قبل كده بالتوكل على الله، مصر هتبقى فعلا قد الدنيا. مصر فعلا بشبابها تحيا مصر.